في دروس لنا سلفت عبر سنين مضت رجحنا أن اسم طه الأقرب عندنا أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند الجهال، وإلا طه حروف مقطعة، طه ياسين حروف مقطعة ياسين مثل حاميم. رسول أسماءه معروفة ثابتة، ما فيها طه ولا فيها ياسين. حيث جعل طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصح نظرا ولا أثرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه طه. ومن المعلوم أن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تحمل معان، بل أسماء الرسول كلها علم وألقاب. كلمة طه وش فيها من الوصف؟ لا شيء. إذن لا يصح نظرا أن تكون طه من أسماء الرسول. فإن قال قائل كيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه ما أنزلنا عليك خاطئ. قلنا إذن سمي الرسول ألف لام ميم صاد، لأن الله قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وهل أحد سماه ألف لام ميم صاد؟